لما تكون عايز تخلي شخص يحس بالراحة ناحيتك ويقرب لك أكتر، استعمل طريقة سايكولوجيكال ميرور. ودي طريقة في علم النفس بتعتمد على إن أغلب الناس اللي حوالينا عندهم مشكلة في الثقة بالنفس، عندهم مشكلة في قراراتهم، في الطريقة اللي بيعيشوا بيها، عندهم مشكلة في أفكارهم، ومش عارفين إذا كانوا هم صح ولا غلط. اللي مطلوب منك هنا إنك تخليهم يشوفوا نفسهم فيك وتكون مراية ليهم. يعني مثلا لما حد يجي يقولك أنا عندي مشكلة، أنا حاسس إن أنا منطوي جدا، المفروض يكون ردك عليه تصدق أنا عندي نفس المشكلة، أنا برضو حاسس إن أنا منطوي زيك، بس أنا عايز أقولك إن دي مش حاجة وحشة زي ما أنت فاكر، أنا اخترت أكون منطوي وعلى فكرة دي حاجة مريحة جدا. خلي الشخص ده يشوف نفسه فيك ويتأكد إن اللي شايفه ده حاجة كويسة، وده هيخليه ما يحسش بالأمان والرضا عن نفسه إلا هو معاك أنت، لأن أنت الوحيد اللي شبهه، انت مرايته.